shear force and bending moment diagram. رسم shear force والbending moment diagram. عندنا طريقتين بشكل عام لرسم shear force والbending moment diagram. الطريقة الأولى نسميها method of equations أو method of sections. سبقا تطرقنا لها بالمحاضرة السابقة اللي تعتمد على تقسيم المنبر إلى عدة segments ولكل segment ناخذ section. هذا السكشن ما راح ناخذه راح تظهر عدة ثلاث أنواع من القوى N للX اللي هي الأكسيال VX اللي هو الشير زائد MX المومنت ده نقدر نستخرجهن لكل مقطع من خلال تطبيق summation FX summation FX summation FY و summation المومنت. خطوات الحل عندنا ست خطوات رئيسية لحل السؤال، أي بمعنى لرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام بطريقة الإكويشنز. أول خطوة هي فايند رياكشنز، يجب إيجاد ردود الأفعال. بعدها يتم تحديد عدد السيجمنتس، ديتيرماين نمبر أوف سيجمنتس وذ بوتينج ذا أوريجين أون ذا ليفت. دائما الأوريجين مال المنبر مالتنا تكون بالليفت. هذا المنبر، هذا نقطة الانطلاق. الاوريجين يبدأ من الليفت، هذا الاوريجين. Draw free body diagram of each segment with putting the boundaries. هنا نحدد الباوندري يعني حدود الاليمنت بداية ونهاية كل segment. يعني لو افترضنا هذا عندي segment الاول البداية مالته والنهاية من خلال قيمة مرتبطة بالاكس يعني بدايته ونهايته. بعدها ضمن هذا السيجمنت راح ناخذ سكشن، السكشن او نستخرج قيم ال Vx معادلة ال Vx ومعادلة ال Mx بالاعتماد على الإكوليبريوم إكويجنز Fy سمشن Fy يساوي صفر سمشن مومنت يساوي صفر. أخيرا راح نطبق قيم لل X حتى نجد قيمة ال V ونجد قيمة ال M في بداية ونهاية كل في بداية ونهاية الباوندري لكل سيجمنت. بعدها الخطوة الأخيرة هو نسوي عملية ربط connect the points نربط النقاط نصير عندي مجموعة نقاط نحاول أنه نربطها إما بخطوط مستقيمة أو بكيرفات حسب المعادلات العلمية. الآن راح ناخذ أمثلة هذا كله بالمحاضرة السابقة هسه راح ناخذ أمثلة راح نتناول أمثلة على هذا الموضوع. المثال الأول draw shear force and bending moment diagram of the beam shown in figure. عندنا هذا البيم المطلوب من عندنا انه نرسم الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام. خطوات الحل هنا أنا طبعا ما ذاكر بس هنا أنا باستخدام الايكويشنز باستخدام الايكويشنز يعني الطريقه اللي يريدها بالحل هي الايكويشنز. فايش راح يكون عندي؟ اول شيء راح نجد الرياكشنز هنا راح يكون عندي الار سي وهنا راح يكون عندي البي واي زائد البي اكس. البي اكس لانه ما عندي قوة افقيه فراح يكون قيمته صفر فراح يضل عندي بس البي واي. سماشي للمومنت حول نقطه بي راح نطلع قيمه الار سي راح تكون 20 كيلو نيوتن. سماشن اف واي يساوي لنا صفر راح يكون عندي راح اقدر استخرج قيمه البي واي اللي راح يكون هنا أنا عندي 20 كيلو نيوتن. هذا البي واي. اذا ننتبه نشوف ان الشكل سيمتري متناظر. دائما من يكون عندي شكل متناظر من حيث الجيومتري ومن حيث التحميل تكون مجموع القوى المسلطة مساوي لمجموع الرياكشنات. فهنا عندي 10 ب 10 20 زائد 5 في 4 20 يعني عندي 40. اذا هنا عندي 2 رياكشن كل واحد راح يصير عندي 20 كيلو نيوتن. وهذا في تشيك سريع للقيم اللي طلعناها. بعدها احدد النمبر اوف سيجمنت. قبلها قلنا لازم نجد نحدد موقع الاوريجن. الاوريجن راح يبدي من هذه النقطة ويتجه الى نهاية البيم. فنبدي من نقطة اي من اي الى بي. عند التحميل عند بس كونسنتريتد وراها راح يبدا يتحول الى ديستريبيوتد. فعندي هنا تغير بالتحميل فراح يصير عندي هذا السيجمنت الاول. من بي الى سي صار التحميل ديستريبيوتد. ورا نقطه سي تغير التحميل فاذا هنا راح يكون عندي سيجمنت 2. من سي الى دي راح يكون عندي سيجمنت 3. فاذا هذا النمبر اوف سيجمنت لهذا البيم راح يكون عندي 3. هسه لكل سيجمنت لازم ناخذ سكشن الى سيجمنت 1. راح ناخذ سكشن هذا السكشن مال بالسكشن. ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هذا الجزء اللي يصيح للليفت هذا الجزء راح يكون الرايت. احنا اللي راح ناخذه هو جزء الليفت. هذا الجزء الليفت ايش راح يظهر عندي؟ راح يظهر عندي في للاكس طبعا نحو الاسفل لانه حسب الساين كونفنشن نحو الاسفل راح يكون
موجب الـ MX counter clockwise هنا راح يكون موجب. البداية السيجمنت هي راح تبدي من نقطة A، نهاية السيجمنت هي نقطة B. طول السيجمنت راح يبدي من صفر إلى أن يوصل إلى 2، فإذا هنا لازم نحدد الباوندري مالته، هو سيجمنت AB الإكس مالته هي من صفر إلى 2، من صفر إلى 2. هسه المطلوب من عندنا أنه إيجاد الفي للإكس والإم للإكس. summation of y يساوي لنا صفر، فراح يكون vx زائد 10 لان الاثنين هي نحو الاسفل، واحنا افترضنا انه نحو الاسفل هو الموجب، يساوي لنا صفر، اذا ال vx يساوي ناقص 10. طلعنا معادله الشير. summation للمومنت، دائما ناخذ المومنت في منطقه القطع حتى نتخلص من ال vx. summation للمومنت بنقطه O بالاو يساوي لنا صفر، فراح يساوي عندي ال mx بهذا الاتجاه زائد 10x ايضا بنفس الاتجاه يساوي لنا صفر، اذا الـ mx راح يساوي لنا ناقصا 10x. طلعنا معادله الشير، معادله العزم للسيجمنت الاول. نفس الاسلوب راح نتبعه للسيجمنت الثاني. وين راح نجي ناخذ؟ راح ناخذ سكشن هنا. السكشن دائما وذين ذا سيجمنت، هذا السيجمنت الثاني اللي هي من B الى C، السكشن مالتنا وذين سيجمنت. راح يكون نفس الشيء عندنا عندي ليفت وعندي شنو؟ عندي رايت. انا ايش راح اخذ؟ راح اخذ جزء الليفت. ما راح ناخذ الليفت، هذا جزء الليفت. ايش راح يظهر عندي؟ راح يظهر عندي 10 كيلو نيوتن، يظهر عندي الرياكشن، يظهر عندي الديستريبيوتد زائدا الشير والمومنت. الاكس عندي خيارين لها، اما افترض انه هي تبدي من بدايه السيجمنت اللي هي من 2 وينتهي ب 4، يعني هاي بدايه السيجمنت. فهنا أنا اذا افترضت انه هذا الاكس من هنا يبدي، اذا اول قيمه له راح تكون صفر. اول قيمه هنا اذا البدايه من الاوريجين مالته هنا هاي راح يكون صفر. النهايه مالته شقد راح تكون؟ راح تكون قيمته 4 اذا اعتبرت اكس هنا، وهذا يكون الحل صحيح. طريقه ثانيه انه نعتبر الاكس مع بدايه البي، هذا كله اكس. اذا اعتبرنا هاي الحاله الباوندر ايش راح تكون؟ راح تتغير عندي. الباوندر راح تكون مو اكس يبدي من الصفر، وإنما X يبدي منين؟ يبدي من هاي المنطقة حتى يمثل لهاي السيجمنت اللي هي شقد؟ اللي هي 2، وين ينتهي؟ ينتهي بستة. هاي الطريقة أو هاي الطريقة تعطي نفس الناتج. إن شاء الله المثال الثاني راح تشوفون راح نعتمد الطريقة الثانية حتى تبين إنه يديك نفس الناتج. بالبيت التحاول إحنا حليناه حسب هذه الطريقة، حاول تحله بالطريقة الثانية المفروض يديك نفس الناتج. فنيجي لهذا السيجمنت مالتنا. summation of y يساوي لنا صفر، راح يكون عندي الـ Vx زائدا 10 زائدا 5، ان انا هذه تتحول الى concentrated راح تصير 5x ناقصا 20 لانه راح تكون نحو الاعلى يساوي صفر، اذا ال vx راح تساوي لنا 10 ناقصا 5x. هذه معادله الشير. ناخذ العزم، العزم ناخذ سماشي للمومنت منطقه القطع اللي هي هنا يساوي لنا صفر، فراح يكون عندي ال mx زائدا 10 في هاي المسافه راح تكون هذه x وهاي 2، فراح تصير 2 زائدا x. فنجي لهنا 10 في 2 زائدا x زائد عندي هذه 5x في هاي المسافة x على 2 زائدا 5x في 0.5x ناقصا عكس الاتجاه لان هذا الاتجاهن counter clockwise، بينما ال 20 اتجاهها clockwise. ال 20 راح تصير 20x بالسالب. نبسط المعادلة راح تطلع الـ mx ناقص 20 زائد 10x ناقص 2.5x تربيع. طلعنا معادلة المومنت. نجي إلى السيجمنت الثالث. السيجمنت الثالث راح نجي ناخذ سكشن. بالسكشن نفس الشيء، صار عندي جهة ليفت وجهة رايت. هنا أنا حر أقدر آخذ الليفت أقدر آخذ الرايت، بس إذا انتبه لسهولة الحل واختصار الوقت، إذا آخذ جزء الرايت راح عندي بس قوة مسلطة اللي هي العشرة كيلو نيوتن، بينما إذا أخذت جزء الليفت راح تكون عندي رياكشنات تو رياكشنز ديستريبيوتد لود 10 كيلو نيوتن. فهنا لسهولة الحل راح آخذ جزء الرايت وأنتبه. من آخذ جزء الرايت هذا السيجمنت مالتي، السيجمنت منين يبدي؟ يبدي من الصفر. هذا الإكس، إكس يبدي من بداية السيجمنت إلى أن يصل إلى من يصل إلى السكشن، هذا نصيح لها إكس. بعد السكشن هذا السيجمنت كامل.
السيجمنت كامل كله 2 متر. أنا شريط راح ينقسم إلى قسم، هذا القسم الليفت، هذا السيجمنت راح يكون رايت. أنا ما راح آخذ الليفت، راح آخذ الرايت. فش أحتاج؟ أحتاج هاي المسافة. هاي المسافة إيش راح تصير؟ هي كلها 2، تروح من x فراح تصير 2 ناقصا x. هذه اللي راح أعتمدها. فمن جينا لهنا شو أخذت؟ أخذت جهة الرايت، صارت عندي صارت 2 ناقصا x. انتبه للشير، حتى يبقى موجب لازم يكون نحو الأعلى، وحتى يبقى العزم الموجب لازم يكون كلوكوايز. ليش؟ عكس اتجاه الليفت تماما. نسلط هذه قيمة 10 كيلو نيوتن. هسه نجي سموشن اف واي يساوي لنا صفر، ننتبه صار الموجب نحو الأعلى، موجب نحو الأعلى، لأن أنا أريد البوزيتيف، البوزيتيف يكون نحو الأعلى. فالفي اكس ناقصا 10 يساوي لنا صفر، إذا البي اكس يساوي لنا 10. هذه معادلة الشير. سموشن للمومنت راح ناخذها وين؟ ناخذها منطقة القطع تساوي صفر، أيضا راح نعتبر كلوك وايز هو الموجب، فراح يصير عندي ام اكس زائدا 10 في 2 ناقصا x يساوي صفر، نقلبها للطرف الثاني راح يصير 10 x ناقصا 2. هذه معادلة العزم. الآن صارت عندي معادلات الشير والبندنج مومنت لكل القطع مكتملة. نصل إلى مرحلة شنو؟ تحديد البوينتس. حتى نحدد البوينتس إيش نحتاج؟ نحتاج نرسم حدود القطع مالتنا الباوندريز. هاي هذه هي الحدود. هذه القطعة الأولى، حد القطعة الأولى. هذه حد القطعة الثانية، هذا حد القطعة الثالثة. بعدها أجي أنا شريد أرسم شير فورس دايجرام، شنو وحداته؟ كيلو نيوتن. أرسم الرفرنس مالتي، هذا الخط يمثل لي الرفرنس. كل قيمة above this reference راح تكون موجب، كل قيمة أسفل راح تكون سالب. نفس الشيء راح أرسم للبندنج مومنت، أيضا أرسم الرفرنس مالتي. هسه أجي للسيجمنت الأول، هسه نيجي للسيجمنت الأول اللي هو AB، وين معادلة الشير مالته؟ هذه معادلة الشير. معادلة الشير تساوي ناقص 10 كيلو نيوتن، أي بمعنى أنه إذا تكون قيمة X صفر هو راح يكون ناقص 10، فنجي هنا نثبت ناقص 10. عندما X تساوي 2 أيضا راح يكون ناقص 10. هذا السيجمنت الأول. نجي للسيجمنت الثاني اللي هو من B إلى C. at X يساوي لنا صفر راح تصير قيمته 10 بالموجب، فنجي هنا نكتب بالموجب 10، هاي 10 بالموجب. at x يساوي لنا 4 ايش راح يصير؟ راح يصير 10 ناقصا 5 في 4 20، تروح من 10 تضل ناقص 10، اذا راح تنزل 10 بالسالب ناقصا 10. السيجمنت الثالث x يساوي لنا زائد 10 بالصفر وبالاثنين، اذا هنا بالصفر اللي هي بدايه السيجمنت، هذا بدايه السيجمنت، هذا راح يساوي لي 10 زائد، ونهاية السيجمنت أيضا راح يكون عندي 10. نلاحظ أنه أنا دائما دا أحدد النقاط وين في بداية ونهاية القطعة اللي أشتغل عليها، start والend of segment. هسا اكتملت عندي النقاط، نصل للخطوة رقم 6 اللي هي توصيل هاي النقاط. قلنا توصيل النقاط راح يكون على 3 احتمالات، إما أن يكون خط أفقي horizontal، هذا إذا كان الإكس مرفوع للقوة صفر، أو يكون خط مستقيم، هذا عندما يكون x مرفوع للقوة 1، أو يكون على شكل كيرف، هذا من يكون x مرفوع للقوة 2 أو 3 أو 4 etc. نجري المعادلة الأولى. المعادلة الأولى الـ vx مرفوع للقوة 0، x قوة 0 يعني 1، فإذا راح نوصلها بخط مستقيم. المعادلة الثانية الاكس مالتنا مرفوع للقوة 1، هاي عندنا هنا 1، فإذا راح نوصلها نوصل النقاط مال السيجمنت بخط مستقيم بالصورة. المعادلة الثالثة اكس يساوي لنا 0، فراح تكون عندي خط مستقيم. إذا هسه إذا نريد نجي نرسم، هذا راح يكون رسم الشير فورس دايجرام، سالب موجب سالب موجب، هذا رسم الشير فورس دايجرام. نلاحظ هنا طلعت عندي هذه النقطة، هذه النقطة راح يكون بيها الشير يساوي لنا صفر. هذه تكون مهمة بالنسبة لي، لأنه في عندما يكون الشير يساوي لنا صفر هذه راح تعطيني ماكسيمم بيندينج مومنت، فأحتاج أطلع القيمة مالتها. هنا أنا شو أحتاج؟ أحتاج أطلع هاي المسافة. عندي طريقتين لإيجاد هاي المسافة، إما أروح للمعادلة اللي موجود بيها
اللي هي هذه معادلة موجود بها الشير، أساويها بالصفر، أقول هاي تساوي صفر. إذا ساويتها بالصفر إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 5x شو يساوي لنا؟ تساوي 10. إذا x إيش قد يساوي لنا؟ 2. إذا هاي المسافة تساوي 2 متر. أو أقدر أستخدم أسلوب تشابه المثلثات، يطيلي نفس الناتج، يطلع عندي 2. هذا فيما يتعلق برسم الشير فورس دايجرام. نروح إلى رسم البين نجمومات دايجرام، السيجمنت الأول. عندما x يساوي لنا 0، 10 في 0 راح يكون 0، فنجي نثبت هنا النقطة مالتنا 0. عندما x يساوي لنا 2، الباوندري مال السيجمنت الأول، x يساوي لنا 2، راح نجي هنا يكون عندي ناقصا 20، فننزل إلى اتجاه السالب ناقص 20. السيجمنت الثاني، هذا السيجمنت عندما x يساوي لنا 0، راح يكون هذا 0 هذا 0، راح يظل ناقص 20، فنجي نثبت ناقصا 20 نفس النقطة. عندما x يساوي لنا 4، نعوض، ناقص 20 زائدا 40 راح تظل عندي زائدا 20، ناقص 2 ونص، في ال x تربيع يعني ال 4 تربيع 16 راح يكون عندي 40، فراح يصير عندي زائدا 20 ناقصا 40 راح يكون عندي ناقص 20. حددت النقطة مالتي. السيجمنت الأخير هات x يساوي 0، راح يكون عندي 0 ناقص 2 في 10 ناقصا 20، هذه ناقص 20 نفس النقطة. هات x يساوي لنا 2 راح يظل 0، هاي نقطة الصفر. بعد شو احتاج؟ احتاج هنا هذه النقطة الوسطية. النقطة الوسطية x يساوي لنا 2 بالنسبة لـ سيجمنت، للسيجمنت الثاني اللي هو الوسطي، أعوض هنا x يساوي لنا 2، إيش راح يكون؟ راح يكون ناقص 20 زائدا 20، 10 في 2 20، لأني شنو؟ واحدة تحذف الثانية، راح يظل عندي ناقص 2 ونص في x تربيع، الـ x تربيع هي 10، هي 2 تربيع 4، 4 في 2 ونص راح يكون عندي 10، فحصير عندي ناقصا 10، هذه ناقص 10. الآن عندي المعادلة سيجمنت الأول، معادلة سيجمنت الأول راح تكون مرفوعة للقوة 1 بالدرجة الأولى، فهنا راح نقول خط مستقيم. معادلة السيجمنت الثاني من الدرجة الثانية فراح تكون على شكل كيرف. ليش رسمتها بهالاتجاه؟ ليش ما رسمتها مثلا بهالاتجاه؟ لأنه عندي هنا قيمة وسطية، أنا استخرجتها مقدارها شقد؟ ناقص 10، فأنا ملزم أن تكون بهالشكل. لو فرضا هاي القيمة ناقصا 30، كان رسمت الكيرف بهالصورة. عندنا القطعة الأخيرة مرفوع للقوة 1، هاي هنا القوة 1، إذا راح يكون خط مستقيم. سالب سالب سالب، إذا هذا رسم البيندينج مومنت دايجرام. هون المنبر متناظر من حيث الجيومتري ومن حيث الابلايد لود والسبورت، لازم يكون الشير فورس والبيندينج مومنت دايجرام لازم يكون متناظر، وهذه في تشيك سريع لانه الشور مالتي صح. اثنين، مومنت اذا ما عندي كونسنتريتد مومنت هنا فلازم يبدا بصفر ويقفل بصفر، لازم يبدا بصفر ويقفل بصفر. هذا فيما يتعلق بالمثال الاول. المثال الثاني ايضا المطلوب من عندي ان ارسم الشير فورس والبيندينج مومنت دايجرام مع اعطاء الديتيلز. الديتيلز اللي يريدها وين الماكسيمم بوينت، مثل هاي الماكسيمم اللي هنا طلعناها، الكونتينوس والديسكونتينوس بوينتس الى اخره. عندي هذا المنبر، اول خطوه راح اطلع الرياكشنز، هنا راح يكون عندي ار بي، هنا راح يكون عندي ار اي. سميشن المومنت حول نقطه اي راح اطلع الار بي راح يكون عندي 20، سميشن اف واي يساوي صفر راح نطلع الار اي راح تساوي 8. الان احدد موقع الاوريجين، هذا الاوريجين من هنا من الليفت منطلق بالاتجاه الى نهايه البيو. الان المطلوب من عندي احدد عدد السيجمنت. هنا نلاحظ انه اكو تغير عندي بالتحميل، من نقطه اي الى نصل الى 2 عندي 6 كيلو نيوتن، بعدها راح يتغير التحميل، فراح اقول هاي سيجمنت 1 اللي هو ايش قد راح يكون حدود مالته من 0 الى 2. بعدها من 2 الى نقطه بي راح يتغير عندي التحميل، فهذا صار سيجمنت 2. من بي الى النهايه تغير عندي التحميل، هنا كان ديستريبيوتد لود يونيفورم ديستريبيوتد، هنا صار كونسنتريتد، صار عندي سيجمنت 3. اذا النمبر اوف سيجمنت عندي 3. لكل سيجمنت راح اخذ سكشن، نبدي بهذا السكشن.
هنا السكشن عندي جزء ليفت وعندي جزء رايت. ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ الجزء الليفت. هذا جزء الليفت. ايش عندي من التحميل؟ عندي 8 كيلو نيوتن نحو الاعلى اللي هو الريكشن، زائد 6 كيلو نيوتن في اكس نحو الاسفل قلنا لجزء السيجمنت الليفت راح يكون موجب، وهذا كاونتر كلوك وايز ايضا راح يكون موجب. هنا انا هاي المسافه لحد القطع نسميه اكس. مين تبدي؟ تبدي من الاوريجن. دائما اكس تبدي اما من الاوريجن او من بدايه السيجمنت دائما. هنا انا بديناها من بدايه السيجمنت واللي هي نفسها الاوريجن، هذه اكس. طبق سميشن اوف واي يساوي لنا صفر، راح يكون عندي الفي اكس زائدا 6 في اكس ناقصا 8 للنحو الاعلى يساوي لنا صفر، يطلع الفي اكس يساوي لنا 8 ناقصا 6 اكس. سميشن للمومنت ناخذه في منطقه القطع يساوي لنا صفر، فراح يكون عندي الام اكس زائدا 6 اكس في اكس على 2 اللي هي 0.5 اكس ناقصا 8 اكس، لان عكس الاتجاه هذه راح تكون هذه بهالاتجاه وهي اتجاه العزم، هذه راح تكون عكسها اللي هي كلوك وايز. نبسط المعادله، ام اكس يساوي لنا 8 اكس ناقصا 3 اكس دبليو. السيجمنت الثاني راح نجي ناخذ هذا السكشن. بالسيجمنت الثاني راح يكون عندي هذا الجزء ليفت، هذا الجزء رايت، راح ناخذ جزء الليفت. هذا جزء الليفت هنا أنا. شو راح يظهر عندي؟ راح يظهر عندي 6 كيلو نيوتن، يظهر عندي 3 كيلو نيوتن، عندي الام اكس الفي اكس زائد الريكشن. هنا أنا اكس عندي طريقتين نفس الاسلوب السابق، اما تعتبر اكس يبدي من هذه النقطه الى حد القطع، او تعتبر اكس بادي من الاوريجن نفس الطريقه. هنا اعتبرناه انه يبدي من الاوريجن، هذا اكس، فنحتاج هاي المسافه. اذا هاي كلها اكس، هاي 2 هاي قد راح تظل اكس ناقص 2. هسه نجي نطبق المعادلات. سميشن اف واي يساوي لنا صفر، راح نطلع الفي اكس تطلع 2 ناقص 3 اكس. سميشن مومنت في نقطه القطع يساوي لنا صفر، فراح نطلع الام اكس يساوي لنا 6 زائد 2 اكس ناقص 1.5 اكس تربيع. هاي بعد ما نبسطها عندنا بعد السيجمنت الثالث، راح ناخذ هذا السكشن. ما راح ناخذ هذا السكشن راح يكون عندي هذا الجزء ليفت هاي المنطقه، وعندي هذا الجزء الرايت، وهنا عندنا احنا مخيرين اما ناخذ هذا الجزء او هذا. بهذا المثال راح نستمر كله ناخذ شنو الليفت، فاخذنا جزء الليفت هذا الليفت. من اخذنا الليفت الاوريجن ظلت هنا اللي هو نفس اكس، فصار هسه عندي صار عندي 2 ب 2، احتاج هاي المسافه ايش قد؟ هي اكس ناقصا 4. اطبق نفس المعادلات، سميشن اف واي يساوي صفر، راح اطلع الفي اكس اللي راح تساوي لي زائد 10. سميشن مومنت حول قطع السكشن يساوي لنا صفر، راح يطلع عندي الام اكس 10 اكس ناقصا 50. كملا عندي معادلات القص ومعادلات العزوم. هنا انا اجي الى مرحله رسم النقاط وبعدها اوصل هذه النقاط. راح نحدد السيجمنت مالتنا بخطوط مستقيمه، هذا الخطوط، هذا السيجمنت الاول، هذا السيجمنت الثاني، هذا راح يكون عندي السيجمنت الثالث. مرحله الرسم حددنا الباوندري مال كل سيجمنت، الان نحدد الريفرنس مال الشير فورس دايجرام، وهذا الريفرنس مال البندنج مومنت دايجرامز. هسه مطلوب نحدد النقاط. نبتدي بالسيجمنت الاول. بالنسبه للسيجمنت الاول في للاكس يساوي لنا 8 ناقصا 6 اكس، هات اكس يساوي لنا صفر راح تكون القيمه 8 بالبوزيتيف، فهنا نحول قيمه 8. هات اكس يساوي لنا 2 راح يصير عندي 8 ناقص 6 في 2 12، اذا ناقصا 4، ننزل الى ناقص 4. هذا السيجمنت الاول. السيجمنت الثاني الشير من 2 الى 4، 2 نعوضها راح تصير 2 ناقصا 6 راح تظل ناقص 4، اذا ظلت بنفس المكان ناقص 4. اذا عوضنا 4 راح تصير 2 ناقصا 12 راح تنزل الى ناقص 10. السيجمنت الثالث الشير راح يكون عندي 10 سواء كان بدايه السيجمنت ونهايه السيجمنت، فعندي هنا 10 وهنا 10. هسه اوصل بيناتهم. عندي فيما يتعلق بالسيجمنت الاول الاكس هنا مرفوع للقوه 1، اي راح يكون خط مستقيم. فيما يتعلق بالسيجمنت الثاني ايضا الشير مرفوع للقوه 1، فراح يكون خط مستقيم. السيجمنت الثالث عندي اكس مرفوع للقوه 0، فراح يكون هوريزونتال.
هذا كمان الشير. الاحظ هنا هذا يصير عندي نقطة تقاطع، اي بمعنى انه الشير قد يساوي لي، يساوي لي صفر. فاحتاج اعرف هذه المسافة قد تساوي حتى على اساسها اقدر احدد موقع الماكسيمم بيندينج مومنت. كملنا رسم الشير فورس، قلنا هذه نقدر نطلعها باسلوبين بما انه هذا خط مستقيم، اما نسوي نسبة وتناسب او نروح الى معادلة الشير هنا للسيجمنت الاول. هذه معادلة الشير للسيجمنت الاول نساويها بالصفر، اذا ساويناها هذه بالصفر حتى نطلع مقدار اكس اللي يكون الشير بيساوي لنا صفر، راح يصير 8 يساوي لنا 6 اكس. اذا اكس يساوي لنا 8 على 6، بمعنى راح تكون 4 على 3. هذه شنو؟ هذه قيمة اكس، هذه اكس تساوي 3، 4 على 3، قيمة x تساوي 4 على 3. نعوض هاي القيمة بالمعادلة مال السيجمنت الأول، راح نطلع مقدار الماكسيموم بيندينج مومنت اللي يصير بهذه المنطقة. هسه نجي إلى رسم البيندينج مومنت دايجرام بالنسبة للقطعة الأولى. at x يساوي لنا 0 0 0، إذا هنا راح نجي نعوض القيمة 0. at x يساوي لنا 2، راح يصير عندي 8 في 2 16 ناقصا 3 في 4 12، إذا راح يكون عندي 4. 16 ناقصا 12 4، فنجي هنا نعوض 4، هذه نقطة 4. السيجمنت الثاني آت إكس يساوي لنا 2، راح يصير 6 زائدا 4 10 ناقصا 1.5 إكس تربيع اللي هي 2 تربيع، فراح تكون عندي 4. نعوض 4 راح يصير 4 6 زائدا 8 14 ناقصا 1.5 في 4 تربيع اللي هي 16، راح يصير عندي ناقصا 10. هاي النقطه الثانيه. السيجمنت الثالث ات اكس يساوي لنا 4، راح يصير 40 ناقصا 50 ناقصا 10 اللي هي نفس هاي النقطه. ات اكس يساوي لنا 5، راح يصير 50 ناقص 50 ويساوي لي 0. هسه اربط بيناتهم هنا، انا راح تكون احدد هذه النقطه اللي هي الماكسيمم، اعوض قيمه اكس 4 على 3، فراح تطلع عندي 5.3. من الدرجة الثانية إذا هي كير، فراح يصعد كير هذا الكير. هذا الكير هنا هل هو مستمر لو غير مستمر؟ هذه مين نقدر نعرفها؟ نعرفها من المشتقة الأولى. هنا نطلع المشتقة الأولى ونطلع هل أنه أكو بعد عندي قيمة أعلى من هذه القيمة أو أقل منها أو ما أكو قيمة. إذا ما أكو قيمة معناته هذه راح تكون غير مستمرة، أي بمعنى أنه وصلنا هنا للماكسيموم وراها راح ننزل القيم الأقل اللي هي جد اللي هي زائد 4. ايضا كيرف السيجمنت الثالث الثاني ايضا معادله من الدرجه الثانيه، فايضا هذا راح يكون كيرف. السيجمنت الثالث يكون على شكل لاين، اذا هذا لاين، هذا رسم البيندنج مومنت دايجرام. ممكن هنا نكتب 2 ديجريز يعني من الدرجه الثانيه سكند، هذا هنا عندي سكند المزيد من الايضاحات حتى يكون الرسم عندي واضح. هنا راح يكون عندي لاين اللي هو خط مستقيم. المثال الثالث ايضا درو شير فورس اند بيندنج مومنت دايجرام لهذا المنبر. اول خطوه قلنا انه نجد الرياكشنز. هنا راح يكون عندي الار سي ويكون عندي الار بي، طبعا هنا كاتبين ار اي، لا المقصود بها ار سي، هذه تصحح تنكتب ار سي، هذا خطا طباعه. فإذا أول خطوة إيجاد الرياكشنز، حتى نلقي الرياكشنز راح ناخذ السمشن المومنت بنقطة سي يساوي لنا صفر، راح نطلع الـ RB، بعدين ناخذ سمشن FY يساوي لنا صفر، راح نطلع الـ RC، صار الرياكشن موجود. هسه نحدد الأوريجن، هذا موقع الأوريجن، راح ننطلق بهالاتجاه. نحدد هسه عدد السيجمنت، نبدأ من A إلى النص اللي بي، عندي بس كونسنتريتد مومنت اسمه اللي هو مقداره 25، فهذا إذا سيجمنت 1. من B إلى C راح يصير التحميل على شكل لينير، بعد C يختلف، فإذا عندي تغير بالتحميل، فإذا هذا راح يكون سيجمنت 2. من C إلى D صار التحميل، تحول التحميل من لينير إلى يونيفورم، إذا هنا راح يكون سيجمنت 3. إذا هذا المنبر راح يتكون من 3 سيجمنتس. هسه نيجي للسيجمنت الأول، راح ناخذ سكشن. من أخذنا سكشن صار عندي جزء ليفت، صار عندنا جزء رايت. راح ناخذ جزء ليفت، هذا جزء ليفت.
من هنا يبدي الاكس قلنا دائما تبدي اما من الاوريجن او من بدايه السيجمنت بهالاتجاه. راح يظهر عندي 25 كيلو نيوتن في المتر، هذا عباره عن الكونسنتريتد مومنت في اكس نحو الاسفل، ام للاكس كاونتر كلوك وايز اللي هي ناتجه من القطر. سميشن اوف واي يساوي لنا صفر، راح يطلع عندي الفي اكس يساوي لنا صفر لانه ما عندي تحميل. سميشن للمومنت ناخذه في منطقه القطع يساوي لنا صفر، فيطلع ام اكس زائد 25 يساوي صفر، اذا الام اكس يساوي ناقص 25. سيجمنت نمبر 2 ايضا راح نجي ناخذ سكشن، هذا السكشن راح ينقسم الى ليفت سيجمنت وعندي رايت سيجمنت، احنا راح ناخذ جزء الليفت، هذا هو جزء الليفت. هنا الاكس ان احنا مخيرين اما ناخذه من بدايه الاوريجن او ناخذه من بدايه السيجمنت، احنا استخدناه من بدايه السيجمنت. راح احتاج هاي القيمه، هاي القيمه من اقدر اطلعها؟ اقدر اطلعها من النسبه والتناسب، ليش؟ لانه عندي التوزيع على شكل مثلث. اعلى قيمه لها هي ايش قد؟ هي 6. هذه المسافه ايش قد مطيني اياها؟ مطيني اياها 4 متر. راح افرض هذا الارتفاع هنا أنا عندي واي، فايش راح يكون؟ راح يكون واي على 6 يساوي هاي المسافة اكس على 4 على 2 هاي بها 3 هذه بها 2، اذا اكس اذا هسه واي شو يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 3 على 2 اكس، 3 على 2 اكس. بعدها راح نجي نطبق المعادلات حتى نطلع ال في اكس، نحتاج سميشن اوف واي يساوي صفر، فيصير عندي في اكس زائد هذا الارتفاع نصف القاعده بالارتفاع لان هذا على اعتبار مثلث، فعندي الارتفاع 3 على 2 اكس، 3 على 2 اكس في هاي المسافه اللي هي اكس في نصف، طلعنا الاريا ناقصا عندي هنا رياكشن نحو الاعلى اللي هو الار بي اللي هي 7.25، طلع قيمه الفي للاكس. نفس الاسلوب راح نجي هنا نطلع قيمه المومنت، ناخذ سميشن للمومنت بمنطقه السكشن يساوي لنا صفر، فراح يكون عندي الام اكس زائد عندي هنا هذه القوه ايش قد مقدارها؟ مقدارها هاي المساحه اللي هي 3 على 2 اكس في اكس في 0.5 اللي هي مساحه المثلث في هاي المسافة اللي هي x على 3، هاي x على 3 زائدا 25 لأنه هتمشي وياها كلوك وايز، تفتر وياها كلوك وايز، ناقصا 7.25 اللي هو هذا الرياكشن في x. نبسط المعادلة طلع عندي هاي معادلة العزم. خلص هذا السيجمنت، نجي للسيجمنت الأخير أيضا ناخذ سكشن. هنا لما راح ناخذ سكشن راح يكون عندي هذا الجزء الليفت، هذا جزء الرايت، اثنينهم صحيحات بس هنا للسهولة راح ناخذ جزء الرايت. هذا الجزء الرايت اذا ناخذه مثل ما شرحنا بالمثال السابق قلنا دائما اكس مين سيجمنت، دائما اكس يبدي من بدايه السيجمنت وينتهي بالسكشن، هذا السكشن، اذا هذا منطقه السكشن، هذا السيجمنت متكامل، السيجمنت كله هو عباره عن 2 متر، راح ينقسم الى ليفت وينقسم الى رايت. انا ما راح اخذ الجزء الليفت، راح اخذ الرايت، فايش راح احتاج؟ احتاج هاي المسافه، فاذا هي كلها 2 هذه عندي من هنا الى حد القطع اكس، فراح تضل عندي 2 ناقص اكس، فنجي هنا 2 ناقص اكس، في للاكس ام للاكس 6 كيلو نيوتن الفي للاكس شو يساوي لنا؟ صفر. طبعا هنا هذا السهم هم خطا مطبعي، هذا لازم يكون نحو الاعلى، ليش؟ لان اخذنا الجزء الايمن وهذا راح يكون ايضا كلوك وايز هو الموجب، هذا هم خطا مطبعي وعدل. الفي للاكس ايش راح تكون؟ راح تكون هي عباره عن في اكس زائد ناقصا لان هاي نحو الاسفل 6 في 2 ناقصا اكس، اذا في اكس راح يساوي لنا 6 في 2 ناقص اكس بعد ما نحولها للطرف الثاني. ام للاكس ناخذ المومنت بالقطع منطقة القطع راح يكون عندي ناقص 3 اكس ناقص 2 كل تربيع، ليش؟ لأنه هنا ايش راح يصير عندي؟ عندي ام اكس زائد 6 في 2 ناقص اكس في
البعد هذا راح يتحول الى concentrated، هاي المسافه اللي هي نصف 2 ناقصا x يساوي نصف، طلعنا معادله الحجم. نرسم هنا ايش راح نجي نثبت السيجمنتس اللي عندنا، فراح نرسم خطوط شاقوليه تمثل لي السيجمنت، هذا السيجمنت الاول، عندنا السيجمنت الثاني، وهذا السيجمنت الثالث، 3 سيجمنتس. الان راح نجي نثبت قيم الشير وقيم المومنت. راح نبدي بالشير. سيجمنت نمبر 1 اللي هو الاي بي يبدي من 0 الى 2، الفي اكس تكون 0 سواء كانت الاكس 0 او 2، يعني في بدايه ونهايه السيجمنت راح يكون 0. فهذه نقطة صفر وهذه النقطة نفسها راح تكون صفر. قلنا راح نحدد الريفرنس للشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. عندي هذه بالنسبة للشير صفر وصفر بالنسبة للسيجمنت الأول. السيجمنت الثاني نعوض الاكس يساوي لنا صفر، فراح يطلع عندي 7.25. يجي هنا عندي هاي قيمة 7.25 قيمة موجبة. بعدها نعوض قيمة x تساوي لنا 4 بالمعادلة، راح يطلع عندي ناقص 4.75. السيجمنت الثالث اللي هو CD هذا الجزء الأخير، إذا نعوض قيمة x يساوي لنا 0 راح تطلع زائد 12 اللي هي هذه النقطة، إذا نعوض قيمة x تساوي لنا 2 راح يطلع قيمة الشير 0. هسه نوصل بيناتهم. بالنسبة للقطعة الأولى ظلت صفر بصفر، فراح يكون الخط بيناتهم عبارة عن خط أفقي مستقيم. بعدها راح نصعد شاقوليا إلى قيمة 7.25. نجي إلى السيجمنت نمبر 2، معادلة الشير راح نشوفها من الدرجة الثانية، إذا هي كيرف. فراح نوصل بيناتها بكيرف. ما بين النقطتين. السيجمنت الثالث الـ Vx هو عبارة عن 6 في 2 ناقص x، x مرفوع للقوة 1، إذا راح تكون عبارة عن خط مستقيم. الآن هنا هذه نقطة التقاطع راح تمثل لي شير يساوي لنا 0، هذا الشير 0 لا أحتاج أطلع قيمة الـ x بما أنه هذه عبارة عن كيرف يعني من الدرجة الثانية وليست خط مستقيم لإيجاد نسبة وتناسب، إيجاد قيمة x من خلال نسبة وتناسب. لذلك نرجع للمعادلة سيجمنت BC ونساويها بالصفر حتى نستخرج قيمة x عندما يكون الشير يساوي لنا صفر، فراح تكون القيمة 3.11. هذه القيمة راح نحتاجها حتى نطلع الماكسيموم بيندينج مومنت. اكملنا الشير فورس دايجرام، ننتقل الى البيندينج مومنت دايجرام نفس الاسلوب. العزم ثابت بالنسبه للسيجمنت الاول، مقداره ناقص 25، نجي ناقص 25 هاي البدايه وهذه ناقص 25. السيجمنت الثاني العزم عندنا هاي المعادله، ات اكس يساوي لنا صفر، راح يكون هذا الناتج 0 0 راح يضل ناقص 25، اذا راح تضل نفس القيمة. ات اكس يساوي لنا 4 نعوضها راح تطلع القيمة عندنا ناقص 12. السيجمنت الثالث اللي هو الاخير السي دي، عندما اكس يساوي لنا 0 قيمة المومنت راح تكون ناقص 12 اللي هي نفس هذه النقطة. عندما اكس يساوي لنا 2 راح يطلع قيمة العزم 2 ناقص 2 0، تربيع 0 يضرب في 3 راح يكون 0. هسه نوصل بيناتها، هذه عبارة عن خط هوريزونتال لان ماكو اي تغيير بيها، يعني قيمة هنا اكس مرفوع للقوة صفر. هنا عندي اقصى قيمة، هنا عندنا الماكسيموم بيندينج مومنت اللي راح نطلع من خلال قيمة اكس، نعوض قيمة اكس المعادلة العزم راح يطلع الماكسيموم بيندينج مومنت 9.97 نثبتها. هسه راح نوصلها بمعادلة كيرف اللي راح تكون معادلة من الدرجة الثالثة. عندنا القطعة الأخيرة أيضا اكس مرفوع للقوة 2، إذا راح يكون معادلة راح يكون كيرف بما انه الاكس مرفوع للقوة
التربيعية مرفوع القوة 2 فراح يكون معادلة هذا رسم البنج بوما دايجرام. هنا عندي سالب سالب سالب، شير عندي موجب سالب. الأخير اللي هو example 4 draw shear force and bending moment diagrams of the beam shown in figure. هذا الشكل أنا هنا أنا رسمت الشكل العام للشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام، بس تركت هذه القيم كعلامات استفهام. المطلوب من الطالب أنه يكمل الحل complete the solution. مجرد أنه يلقي هذه القيم إيش قد تساوي مورك للطالب. انتهت المحاضرة.